أوه ماما، ماذا جرى لك؟ استيقظي يا ماما، استيقظي. لالا هيا لنلعب سوية. ها؟ ماذا بك يا لالا؟ أوه سنان، أمر فظيع، أمي لم تستيقظ. هل هي نائمة منذ البارحة؟ نعم، وإيقظتها ولم تستيقظ. انتظريني هنا وسأذهب لأنادي الدكتور نعمان، انتظريني. حجل. آسف. ما الذي يجعلك مسرعا هكذا؟ أم لالا مريضة يا بلال. أي بسرعة يا دكتور. لا أستطيع أن أجري هكذا. ما الذي يجري؟ هيا اذهبوا وتعرفوا للخبر. سنأتيك بالخبر حالا. ماما استيقظي. دكتور نعمان، ما هو مرضها؟ إنها مصابة بمرض الورود. الحالة هذه تجعل المريض يستمر بالنوم ولا يستيقظ. إنها الآن تحلم بجنينة ورود جميلة تشدها إلى النوم. مرض الورود؟ تعني أن ماما لن تستيقظ أبدا؟ إذا بقيت حتى الغد فإنها في خطر، وإذا استمرت ليلتين تموت. أوه كلا، ماما ماما لا تموتي. ماما ماما. لا يا دكتور، أليس هناك علاج لمرضها؟ يوجد ولكن غير موجود الآن. أخبرني يا دكتور ما هو؟ لقد شفيت حالة مشابهة لهذه الحالة. أخبرنا ما هو يا دكتور رجاء. ورقة من زهرة ملك الداليا أو الوردة الوهمية. ملك الداليا؟ ويقال إن هذه الزهرة قد تلاشت أو انقرضت. وأين كانت تنبت؟ في الجبل الأخضر. إذن سأذهب إلى هناك. لا فائدة، فالطريق يستغرق يوما ونصف ومثله بالإياب، وهذا وقت طويل. أحاول أن أعود قبل ذلك. هناك مخاطر عديدة في الطريق، فالطريق مليء بالتماسيح، وعند سفح الجبل توجد نمور مفترسة. ورغم ذلك سأذهب. سنان أنت شجاع. سنان سآتي معك. حسنا سنذهب سويا. هكذا إذن يا سنان، أنت مصمم على الذهاب؟ وردة ملك الدار تنبت على الجانب الممطر والعاصف من الجبل. شكرا، وداعا يا لالا. تعود بالسلامة يا عزيزي سنان. شكرا جزيلا. هيا يا بنان هيا. أخبر والدي بذهابي. حسن سنفعل. عظمي لبقرة. لابد أن تكون هذه بحيرة الفك. هذا هو التمساح، ولا يمكننا قطع البحيرة بوجود التماسيح. ولكن هذا هو أقرب طريق إلى الجبل يا بنان. لا نستطيع إضاعة الوقت والذهاب من طريق آخر. إذن لا خيار لنا يا صديقي سنان. إذا لم نجد حلا سوف لا نستطيع إنقاذ حياتها. ماذا ينبغي علينا عمله؟ عندي فكرة، فلنقتلع هذه الشجرة ونصنع جسرا. رائع، ونعبر البحيرة بسلام. هذه طويلة بما فيه الكفاية يا بنان. هيا نستطيع الآن العبور بسرعة يا بنان. حسن. ما مع السلامة. هيا يا بنان.
هيا. تماسك يا بنان. لا أستطيع السير أكثر، فأنا عطشان. نحن الآن قريبون من الجبل، هو الجبل الأخضر ألا تراه؟ لا أستطيع، فعيناي مظلمتان. أرجوك اذهب بدون يا سنان، اذهب يا سنان. ذلك؟ نعم، ولو تأخرت عليكم دقيقة أخرى لكنتم في عداد الموتى. احمدوا الله لنجاتكم. شكرا لله، ونشكره لأنه أرسلك إلينا. ولكن هل لي أن أعرف أين ذاهبان؟ ذاهبان إلى الجبل الأخضر. إنه بعيد من هنا. وماذا ستفعلان هناك؟ للحصول على وردة ملك الدالية. نعم فهمت، بالتأكيد لشفاء أحد المرضى. هل تستطيع الحصول عليها؟ لا أدري بالضبط، ولكن سأستفسر عنها في البيت. هل أنتم جياع؟ لماذا لا تأتون معي وتتناولون الطعام؟ يا سيد، في الحقيقة نحن جائعان. ولكن يا بنان يجب أن نسرع، وإلا أملالة ف... لا تتسرعوا يا أولادي، فنعرف طريقا قصيرا إلى الجبل، إذا سلكتموه ستصلون في الوقت المناسب. أتريد حقا الذهاب إلى بيته؟ بالطبع، نحن جائعان ولا نستطيع السير أكثر. هذا صحيح، دعونا نذهب. هل بيتك بعيد جدا من هنا؟ كلا، إنه قريب. إنه جبل مشؤوم، فلابد أن النمر يعيش هنا. لا تخشى النمر، فإنه لطيف ومحترم. صحيح، سمعت عنه بأنه متوحش جدا، أليس كذلك؟ طبعا. ها قد وصلنا. ما هذا؟ قفص؟ أيها الصغار، لقد اختطفتكم. يا إلهي، اسمعوا، إذا حركتم القفص ستسقط الحجارة وتقتلكم. أنت النمر المخطط، أليس كذلك؟ نعم أنا هو، وربما سمعتم عني أشياء تسيء إلى سمعتي، ولكن كما ترون فأنا ذكي وأفكاري رائعة. دعنا نذهب. اخرسا فأنتما طعامي، ولن أدعكما تفلتان مني. يا سيدي، علينا أن نعود غدا مع وردة ملك الدالية، وإلا ماتت أم لالة. أجل، هذا لا يهمني. ستموت أم لالة إذا لم نجلب الوردة لها يا سيدي. اخرسا وإلا أكلتكما في هذه اللحظة. اخرسا. ما العمل؟ نحن في مصيدة ولا نقوى على شيء. هذا يعني أننا لن نستطيع جلب الوردة. سنان،
قد بوردة ملك الدهليا من أجل ماما. أوه لالا، أنا آسف يا لالا. هاي لماذا أنتما مكفهر على الوجه؟ إنه يوم سعيد بالنسبة لي. هيا ارقصا هيا. اذهب إلى الجحيم، ستموت والدة لالا إذا لم تخرجنا. راعى يموت شخص آخر، وإذا لم ترقصا فسأحرك القفص. هيا ارقصا هيا ارقصا هيا هيا. كلا سنرقص. لا تستسلم، انتظر اللحظة المناسبة وستجد مخرجا. شكرا يا ماما، شكرا جزيلا، شكرا شكرا جزيلا. ما هذا الكلام الفارغ؟ هيا ارقص. لا 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 لا. هذه فرصتنا. ولكن كيف؟ إذا حركنا القفص تسقط الحجارة علينا وربما نموت. يجب أن نعمل نفقا هنا، وعندما يستيقظ لن ندرك شيئا بسبب الظلام. هكذا، هيا بسرعة. أما زلتما ترقصان؟ نعم نعم. حسن، استمر إلى الغد. لم أكل منذ أسبوع، سأكلهما الآن. نعم نعم الآن. إنه يتكلم في نومه. لقد فتح يا سنان. حسنا لنهرب الآن. لقد نمت جيدا. لقد اختفى. لقد فتح ثغرة وهرب، ولكن أين يهربان مني؟ الموت لكم، سأمسك بهما قبل أن يصل للجبل. هذا هو الجبل الأخضر قرب البركان يا بنان. سنعود في الوقت المناسب. أجل أسرع. انتظرا، لقد جاءت غنية. هيا بسرعة يا سنان. انتظرا. لقد انفجر البركان. سأقتلكما في الحال لأنكما حاولتما الهرب. هل أنتما جاهزان؟ لقد انتهت الحجارة. لقد انتهى كل شيء. خذ هذه، خذ هذه. ينفجر أكثر فأكثر، فلنزل إلى السهل. لقد أضعنا الكثير من الوقت وليس لدينا وقت لإضاعته يا بنان. انظر إلى الحمم، لن نستطيع التسلق. يجب أن نستمر. حسن. بخير؟ بنان بنان. هيا يا سنان،
ولا وقت لدينا لإضاءته. أي هذا هو المكان. إنه حقا مكان مشؤوم. لنذهب. هيا هيا. إنه غريب حقا. انظر يا سنان، ليس هناك أي زرع ولا ورد. هذا صحيح. لنبحث عن الوردة في مكان آخر، فربما نجدها بين الصخور يا بنان. أجل، هيا. هنا وهنا. لا فائدة هنا، لا توجد هنا وردة ملك الداليا. لابد أن نجدها. وردة ملك الداليا. صحيح، الحمد لله. الشمس عالية في السماء ولم يبقى سوى نصف يوم. يجب أن نسرع. سأنزل أنا يا بنان. كن حذرا. أجل. لا أمل بنجاتهم. لا تكوني يائسة، سيعود سنان وبنان قريبا، فلا تستسلمي بسرعة. صحيح، وسيجلبان الوردة. ماما ماما لا تموتي ماما. لماذا تأخر كل هذا الوقت؟ لابد أن النمر المخطط والتمساح قد أكلهما. يا غبي، لا تقول مثل هذا. البرد ماما، البرد ماما. هلا. ماما حبيبتي لا تموتي. لقد تأخرا كثيرا وهذا يقلقني. سنان وبنان، لقد وجدناها. سنان. لا أعطيها لأمي. شكرا. هذه هي وردة ملك الداليا. أعطيها لأمك. نعم، ولقد كانت حالتك خطرة جدا، والآن زال عنك الخطر. صحيح. أجل يا ماما، فلقد تعافيت من مرضك، والفضل يعود لسنان وبنان. شكرا لكم يا سنان ويا بنان. لا ماما.
ماما.